السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج المجهر، وموضوعنا لهذا الأسبوع السحر والشعوذة. سوف نتطرق لعدة جوانب في هذا الموضوع، منها الجانب الشرعي ومع الشيخ موافي عزب من وزارة الأوقاف، وكذلك إلى الجانب النفسي ومع الدكتور أحمد الأمين استشاري الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية. أما فيما يخص جانب السحر سوف يكون معنا الساحر التايب حامد آدم موسى أصول، وكذلك سوف يكون معنا الخبير في كشف الأعيب وحيل الدجالين وأيضا المشعوذين الأستاذ إبراهيم أبو زهرة. فأهلا وسهلا بالجميع، كما يسرني أيضا أن أرحب بجمهورنا العزيز المشاركين معنا في مسار هذه الحلقة لإثراءها ولإثراء أيضا الموضوع، فأهلا وسهلا بالجميع. مشاهدينا مستمعينا الأعزاء، جرت العادة منذ العصور الغابرة أن يلجأ الناس عند تعاملهم مع ظاهرة غير طبيعية إلى ربطها بقوى غير مرئية، ما يضفي عليها قدسية تختلط بمفاهيم روحية لتترسخ كعقائد في الذاكرة الشعبية. لذلك يعد السحر من أقدم المعتقدات في التاريخ. نتابع. السحر عالم من علوم الغيب شغل العالم منذ آلاف السنين، ذكر في القرآن الكريم على سبيل التنبيه والتحذير بل وتحريم العمل به، فخيره سراب يخدع وشره واقع ملموس، بين هذا وذاك جنات يدفعهم الحقد والغل أو ضحايا يبحثون عن أمل زائف، ومع هذا هناك من لا يزال يمارسه، وللأسف هناك من يبحث عنه، فمنهم من يترجى فك السحر، طرد الجن، علاج المرض، كشف المستور، دفع الأذى، قراءة الطالع، جلب الحبيب، زواج العانس، تطويع الزوج، رد المطلقة، عمل الحظوة، كشف السارق، وغيرها من الأعمال يدفعهم إلى ذلك الأمل في بلوغ حاجاتهم أو رجاء في دفع الضرر عنهم، وقد يدفع بعضهم الآخر، حقد يملأ القلوب. ولما كانت حرفة الشر هذه حرفة رائجة في بعض المجتمعات، راجت معها حرفة أخرى لا تقل عنها جشعاً واستغلالاً لضحاياها، ألا وهي الدجل والشعوذة، يمارسها محتالون احترفوا خداع ضحاياهم وإقناعهم بأن لهم قدرات خاصة أو خارقة، وهم في الحقيقة لا يملكون إلا حيلاً يخدعون بها من يكون مستعداً أصلاً أن ينخدع. ولهذا لا غرابة في أن أعمال السحر والشعوذة تشكل تجارة ينفق لأجلها المليارات، يدفعها الأغنياء كما الفقراء، والغريب أنه تشترك فيها المجتمعات الغنية كما الفقيرة، فقارة كأوروبا والتي تعد منارة العلوم في العصر الحديث تصنف مجتمعات بعض دولها من أكثر الدول إنفاقاً على أعمال السحر والشعوذة. وقد ورد ذكر السحر في القرآن الكريم كما ورد في الحديث الشريف، التحذير منه ومن الاقتراب من أسبابه أو إتيان العرافين وتصديقهم. ولم يتوقف العالم حتى يومنا هذا، ويبدو أنه لن يتوقف عن الجدل في أمر السحر، فأثره واقع عاشه كثيرون، وأسراره ما زالت تحير العالم بأسره. إذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا التقرير العام الذي يتكلم عن أعمال السحر والشعوذة وكذلك الدجل وأيضا الفروقات بينهما. شيخ موافي، سعداء بتواجدك معنا في هذه الحلقة اللي خصصناها الحقيقة لهذه الفروقات بين السحر والشعوذة وكذلك الدجل، وكيف التعرف عليهم وأيضا كيف الخلاص من مثل هذه
الظاهرة أو معالجتها أيضا. طيب لو نتكلم عن السحر وتعريف السحر وكذلك الفرق بين السحر والشعوذة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. قضية السحر فعلا من القضايا القديمة، ونحن باعتبار أن الأمة المسلمة أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي آخر الأمم، فلقد ورثنا عن الإنسانية هذا الانحراف العقدي منذ التاريخ، لأن نحن الآخرون الأولون. قبل النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه كان عندنا 124,000 نبي ورسول، 124,000 عبر تاريخ الإنسانية من آدم عليه السلام إلى أن وصلنا إلى نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. كلما ضافت عقيدة الإنسان بفهمه لحقيقة الإيمان بالله تعالى، كلما اتسعت دائرة السحر والدجل والشعوذة، لأن الناس إذا آمنوا بالله تبارك وتعالى أسلموا الأمر كله له سبحانه، لأن من عقيدة المؤمن أنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله سبحانه، ويستحيل لأي قوة مهما عظمت، سواء كانت من العالم العلوي كالملائكة أو من العالم السفلي كالجن وغيره، أن يغيروا من أقدار الله تبارك وتعالى شيئا، وإلا كان هناك آلهة مع الله، وهذا متعدد يقينا أن يؤمن به العبد المؤمن. الله تبارك وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هؤلاء الذين يلجؤون أو عند ضعف الإيمان كما ذكرت أنت في أول مقدمة، يلجؤون إلى قوى خفية تحقق لهم أغراض في نفوسهم المريضة لضعف الإيمان في قلوبهم. أيما إنسان فهم التوحيد فهما صحيحا ليس في حاجة إلى شيء من ذلك كله، لأنه يعلم يقينا أنه مهما عظم شأن هؤلاء فهم لا يعدوا أن يكونوا مجموعة من الدجاجلة الذين يلعبون على ضعف الإيمان في قلوب الناس، ويستغلون جهل الناس بحقيقة الإيمان بالله وقدرة الله تبارك وتعالى على إدارة الكون كله، إن الله على كل شيء قدير سبحانه. أيضا في فترة من الأزمنة كمثلا كالفترة ما بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من 700 عام لم يكن فيها نبي ولا رسول، أكثر من 700 عام. أي نعم، اندثرت الديانات وقل أتباعها الصادقين وقل العلم، فلا بد للناس أن يخترعوا شيئا، فظهر هؤلاء الدجاجلة ليقودوا الإنسانية إلى الهاوية، لأنه يزعم أنه يعلم الغيب، وأن لديه القدرة على تغيير مسيرة الإنسان، وأن لديه القدرة أيضا على إصلاح بعض الأشياء القدرية التي قدرها الله تبارك وتعالى. رجل فرضا لم يرزق بأبناء، يذهب لواحد من هؤلاء يقول أنا أستطيع أننا أجعل زوجتك تحمل ويكون لديك مجموعة من الأولاد، هذا مطمح ومطمع لدى المحروم، وبالتالي يدفع ما لديه من الغالي والنفيس طمعا في أن يرزق بشيء، ونسي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أعيش في دوامة طويلة أنفق فيها وقتي وعمري وأتعلق فيها بالوهم، وتكون النتيجة أنه إذا أراد الله شيئا كان، وإذا لم يرد لم ولن يكون مطلقا. طيب يعني شيخ ما في الآن الفرق بين السحر والدجل، هل السحر هو الدجل أو هناك فرق؟ يعني أنا أشوف أنك في, في, في أثناء سردك للحديث تكلمت عن الدجالين الدجالين الدجالين، هل الدجل هو السحر أو هناك فرق بين السحر والشعوذة والدجل؟ نعم، كلمة السحر هي كلمة دقيقة حقيقة لهؤلاء، فأن الساحر أولا علم، السحر علم من العلوم، ليس شيئا وهميا أو خيالا بصرف النظر عن كونه محرم أو مباح، ولكن هذا الساحر المتقن المتخصص يستطيع أن يريك أشياء تبهرك، والدليل على ذلك أن الناس عقدت أن يستجيبون لهم، وعندما تأتي تدخل عليه فقط مجرد الدخول عنده طبعا مجموعة من الزبانية الشياطين الذين يوحون إليه، فقط مجرد ما تدخل أهلا إبراهيم، أول ما تسمع كلمة إبراهيم الحمد لله على السلامة أنت من أين جئت، يسجدك تسجيدا له، لأنه يقول الرجل عرف اسمي وعرف من أين جئت ولماذا جئت. هذه كلها عبارة عن بعض الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في هؤلاء الشياطين الكذب، وأنه يسترق كلمة من السمع كلمة واحدة يضع معها 99 كذبة، ولكن في الواقع هو لا يستطيع أن يغير من أمر نفسه. كل ساحر من الساحر أصبح غنيا أصلا، كل ساحر من الساحرة أصبح لا يمرض، هذا وهم،
ولكن الدجال هو صورة من صور هؤلاء، ولكن ليس متخصصا كالساحر. الساحر يقرأ كتبا وينظر في النجوم والأفلاك، وعنده مجموعة معلومات كلها خلطة كفرية تؤدي إلى قعر جهنم. إذن الساحر هو أقوى من الدجال. الدجال بيلعب أحيانا بقواعد علمية وبغير قواعد علمية، بيلعب بقواعد علمية وكذلك بغير قواعد علمية. طيب أستاذ حامد، طبعا أستاذ حامد آدم ساحر تايب لمدة تقريبا 17 سنة في مجال السحر. أبي بس أعرف البداية أستاذ حامد، شلون تحولت إلى ساحر أو شلون دخلت هذا العالم؟ البداية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا تعلمت السحر في عمر صغير، خرجت من بلدي مش لأكون ساحرا، لا، لأقرأ القرآن وأحفظه وأكون ولي من أولياء الله الصالحين. وفي هذا العمر أنا لا أستطيع ولا بعرف ما الفرق بين الساحر والولي الصالح ولا بتاع، نسمع الأهل والناس الكبار من هذا عمر. كان كم؟ المخرج 9 سنوات. 9 سنوات. نعم. ما أميز، ما لا أعرف الحق ولا الباطل، المهم أنا أذهب لما كان أحفظ فيه القرآن وأكون ولي من أولياء الله الصالحين، ده الهدف بتاعي. عندما ذهبت لأماكن كثيرة داخل السودان وخارج السودان، فالتقيت ببعض ما يسمونه بالشيوخ والطرق الصوفية، وانسلخت من طريقة اللي كنت فيها وتتبعت طريقة أخرى، وهذه الطريقة علمتني السحر. من المشايخ؟ من المشايخ، شيخ صوفية. صوفية. نعم. شيخ يسمى بالقطب، تسميات في 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 المنهج بتاعهم، وجد، نقيب، نجيب، قطب. هذه أسماء مشايخ. أيوه أسماء مشايخ. دي مراحل تمر بها حتى تصل لمرحلة معينة تكون أنت فيها مسمى بهذه التسميات. يعني أنت وصلت مرة تقدمت يعني مراحل في العلم ده، فكنا مشوقين كيف أن نصل المراحل، لأن مراحل فيها الجلسة أو الحضرة النبوية، وحتى فيها الجلسة الإلهية، الحضرة الإلهية تصل هذا. كيف أنت تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم معه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفعك لله سبحانه وتعالى وتتكلم مع الله سبحانه. كنا مشوقين نصل المرحلة دي. هم يقولوا لكم الكلام؟ يقولون الكلام ده، يقولون الكلام ده، وعلمونا علم ما يسمى بالروحانيين، يعني القرآن بديك القرآن، وده المدخل ذات بديك القرآن وتقرأه بكيفيات معينة، مش قرآن صافي عشان تقرأ بسم الله الرحمن، لا، تدخل في القرآن تحشوه ببعض الكلمات مسميات انت ما بتعرف لها. أولا لو سألت ما هذا بقول لك ده أسماء سريانية. أسماء سريانية. سريانية أي مثال، يعني سهسوابي. ما هو كلمة سهسوابي؟ ده إفريت من الجن اللي هو من العفاريت، ويوم تدخله في القرآن بحق سهسوابي وبحق الفلان وعلان وشمحروش والمسائل زي دي، بتكون وصلت مرحلة معينة برقيك الشيخ بتاعك، يوم تتوازنه في الترقية. مثلا هو نقيب، انت وصلت نقيب بيرفعك لأعلى منه، وهكذا تتدرج حتى تصل مراحل. يعني فيه رتب؟ فيها رتب. طيب اي رتبة وصلت لها؟ انا استاذ حامد وصلت لقطب من الأقطاب الأربعة، المسؤولين من الجبل الأربعة. بحول العالم بالله. ايوه قطب من أعلى الأقطاب الأربعة، المسؤولين من الجبل الأربعة. من مسؤول من؟ مسؤول من الجبل الأربعة، الأقطاب دي هم أربعة. نعم. كله جهة. أي كل جهة الشرك مسؤول منها حد. طيب. والغريب مسؤول منها الحد والكذا. أصبحت على الأربعة كلهم. الأقطاب الأربعة المسؤولين من الجبل الأربعة. طيب لما اكتشفت إن هذا الطريق هو الطريق الغير صحيح، ما حاولت ترجع؟ رجعت 180 درجة. أنا ما هدفي وما كنت عارف أنه العالم الآن بيشتغل معي جن، لأنه قالوا دي الروحانيين، والروحانيين صنف من الجن. لكنك وصلت الطريق. أي وصلت الطريق، فقالوا العالم اللي أنا أتعامل معه، وهو أنا دخلت خلوة. الخلوة معناها الاعتكاف باللغة العربية، تعتكف في موقع معين، ذكر معين، وتصل مرحلة من المدة. يعني مثلا أنا اعتكفت، أول اعتكاف لي كان 41 يوم في خلوة وحدي، أكل تمرة كوباية بتاعة شاي فقط في اليوم 3 مرات، ما فيش أكل. طيب. ما فيش شراب، وأذكار معينة، أذكار معينة تدق لها في القرآن، تختار بديك القرآن من البقرة للناس، أنا نقرأ القرآن وبديك من البقرة، اختار من الأذكار دي آية أو سورة، اخترت مثال يعني، اخترت
بسم الله. اختيتي بسم الله. نعم بسم الله. تدخل فيها في خلوة 41 يوم. 41 انت برات في حتة معينة بعيدة من الناس وعريان بدون ملابس. عريان بدون ملابس. أيوه وإياك أن تخرج من هذا المكان. هذه بداية المشوار. هذا بداية المشوار عشان تخرج في العالم الآخر. طيب مني قال لك راح سوي الشيخ. الشيخ اللي قال لك روح وقعد عريان. أيوة أيوة. دخلك خلوة أنت عريان يأخذ الملابس لا عشان ما تطلع. عشان ما تطلع لأنك أنت عريان ما تستطيع تطلع. طيب كان في تواصل مع أحد أثناء الجلوس 41؟ لا هذه؟ ما فيش اتصال مع أي حد. براك وحدك. طيب ما تطلع من هذا المكان. طيب كان أحد يجيك جن؟ لا بيجيك الجن. طيب في اليوم الأخير من المدة هذه بيجيك. نعم. روحاني. والروحاني ده قالوا لنا الروحاني نوع من الملائكة الصغار مش الكبار. مثل في ملائكة كبار هؤلاء يخلقهم الله لخدمة أولياء الله الصالحين ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وده الهدف بتاعنا كون يخدمون الملائكة عظيم يعني شغلة عظيمة على حسب جهلنا. ولكن يعني هم فهموكم أن الشياطين والجن هم ملائكة. قال لنا الروحاني ما بقول لك شيطان ولا بقول لك جن بقول لك ده روحاني. والروحاني معناه من الروح. والروح معناه يعني مفهومنا يعني شيء عظيم يعني في عظيم ملك من الملائكة. أيوة. لكن ما الملائكة الدرجة الأولى مثل الدرجة الثانية. نعم. فهموك روحاني. نعم. لكن ما أقول لك ده شيطان ولا أقول لك ده جين ولو كان فهمونا أنه ده شيطان ولا جين. نعم. ما كان علمنا العلم هذا. نعم. أيوة. هم فهموه أن الروحاني هو نوع من الملائكة. نوع من الملائكة. أيوة. هو في الحقيقة لا عكس. طيب لو اخترت آية أو سورة من القرآن فهمك كيف تقرأ مثالا لو بسم الله كيف تقرأها في الخلوة هذه؟ هلالا مسب هلالا مسب هلالا مسب هلالا مسب عدد معين الليل كله هلالا هلالا أكس. بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ من الرحيم الرحمن الله باسمي الفاتحة كذلك يعكس. أي سورة أو أي آية تقرأها بالعكس وتدخل فيها في داخلها تحشوها كالسندويتش زي ما يقولوا. طيب احنا طبعا هذه كلها من اعمال من علامات السحر المدروس ومن الشروط. طيب ابو زهرة ايضا سعداء بتواجدك معنا في هذه الحلقه ونبي نعرف الفرق. يعني انا شخصيا اكيد بعد المشاهدين وضيوفنا الاعزاء يبون يعرفون انا شلون اعرف ان هذا ساحر وهذا مشعوذ وهذا دجال. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا فضيلة الشيخ موافي فرق قال لك إن الساحر ده ممتهن وأعلى درجة. ده ممتهن. الدجال والنصاب والمشعوذ ده يعني خطورته أشد من الساحر. أنت عملت ربط بين الدجال والمشعوذ والنصاب. الدجال والنصاب والمشعوذ مسمى. أما الساحر ساحر درس وقعد في خلوة وحضر شمهورش وبرهان وبتنجان وعمل شغلانة بتنجان بعد. وبعدين زي ما بيقول فضيلة الشيخ حامد انه لهم طقوس ولهم. اما الثاني بياخد يعني كوبي منه بس على نصب وشعوذه وبعدين برضه يعني بيحكم الشغل وبينصب النصبايا بحيث انها تكون مظبوطه على مقاسه بالظبط وبيشتغل على ضعف الايمان وقله الحيله. وانا عشان اكتشف النصب من الدجل من الشعوذه من الساحر تعبت فاضطريت ان انا اخش معاهم وعيش معاهم عشان أعرف واحد ساحر ودجال. قاعد في جلسة من الجلسات وبعدين عرفوني على واحد قال ده الشيخ فلان بيعالج وجاي يعالج بنتنا. يعني لا بس أنت دخلت معهم دخلت معهم دجال ولا مشعوذ ولا دخلت أنك يعني مريض لاكتشافهم يعني ضحية. أنا دارس يعني دخلت معهم ضحية. أنا حافظ قرآن كتاب من وأنا طفل صغير. طيب كتاب إذا أنا طالع عقيدتي الحمد لله سليمة ففاهم ان ده كله دجل وشعوذه. فعرفوني على الراجل ده ان هو معالج وجاي يعالج بنتهم وبعدين قاعدين فكل قاعد منتظر هو هيعمل ايه. ما بيتكلمش هو بيكون تقيل دايما النصاب والمشعوذ والدجال تقيل قوي على زبونه لحد هو ما يقع او ياخد منك معلومه ويشتغل. اما الساحر فمخاوي جن هيقول لك انت اسمك زي ما قال فضيلة الشيخ موافي اسمك كذا وعنوانك كذا وبتعمل كذا. اما التاني فهو عاوز ياخد منك معلومه ويبني عليها الشغل. احنا قاعدين ما بنتكلمش خالص وبعدين فجأة قلت اما ابدأ انا يعني امثل الدور بتاع حد ممسوس حد مصروع. بدأت ان انا اعمل كده كأن جاك جن او يعني كأن علي شيء يعني. ايه؟ ام هو واقف قدامي وراح خبطني كف حاطت رجله في كف ايده فوق يعني عارف كف رجله في ايده فوق كف محترم قلبني من على الكرسي وقعت
قلت اكمل بني وقعت اكمل خلاص هيعمل ايه. انا منتظر يقول عزيمه يقول كلمه يقول حوار يقول اي حاجه عشان تمسك اي شيء يعني. مفيش انا عمال اضربه بس. انا وقعت على الارض قام راكب فوقي حط المقعده بتاعته على بطني وحط وشه في وشي وقول لا اله الا الله وقول لا اله الا الله ونازل فيا ضرب. انا لقيت نفسي بتهقل وبتضرب ومش طالع بنتيجه. اضطريت ان انا اقوم نعم. انا مش عارف اوصل لنتيجه. وبعدين كده اكتشفت ان هو لا هو شيخ ولا هو ساحر ولا دجال ولا نصاب. ده لسه كان في البدايه بيقول يا مسهل قول سنه اولى نصب يعني وما طلعتش منه بحاجه. بدات ان انا امثل عليه دور ان انا فاهم. قال لي هو انت معاك حاجه؟ قلت له حاجه زي ايه يعني؟ هو ايه اللي وقعني كده؟ انا بساله انت ايه اللي وقعني كده؟ قال لي لا انت ملبوس ومعاك واحده جنيه معطلك عن الزواج واقفه حالك على الشغل في الوقت اللي انا عندي اربع اولاد وشغال وزي الفل. طيب قل له انا عندي اربع اولاد وشغال لا 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 صعب ان انت لا هو نصاب اصلا مش هيقتنع بالكلام ده. وبعدين بدات اتكلم له زي الشيخ بيقول لك بشويه سرياليه. السرياليه لهجه ولغه يتعاملون بها مع الجن ولكن عكسها على النقيض النصب والدجل والشعوذه. بدات اترجم الكلام ده قلت له زيزو واخستين سلال رباب خمام باسنجا رينجا عنجا سفنجا جي سي اي لايك ماديكان وانا اتعصب وعمله كده اي لايك مانيكان كون كرايت 14 16 اي كلام 18. اي كلام اقتنع ام بس ايدي ده استاذ اكبر منه يعني طلع انت انا قال لي لا انت ما شاء الله القائد. فان الجماعه دول دي سكاكهم صعب. وفي قاعده طول ما في نصاب وفي مشعوذ فالنصاب بخير طول ما في مغفلين. المغفل موجود انت تدي له تعظيم سلام ان النصاب هيعيش عليك. وبعدين دول بيعملوا اموال وثراء كانوا نفعوا نفسهم. اولادهم مرضى نسائهم مرضى هم انفسهم بالله. مرضى هم ما عالجوا انفسهم خاتمتهم مره وصعبه بالله. طيب دكتور احمد ايضا سعداء بتواجدك معنا. ابي اسال هل 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 العامل النفسي له دور انه يخلي الواحد يروح للسحر والشعوذه والدجل؟ شكرا جزيلا. مرحبا بالاخوه الحضور في الاستوديو نرحب بالسادة المشاهدين أيضا. بالنسبة لنا فعلا نحن الحالة النفسية عندها تأثير. بعض الشخصيات هي مستعدة تتقبل أكثر مسألة الجن وإنها هي هما يعني ملبوسين أو متعرضين للسحر كده. هما دي النوع من الشخصيات اللي قابلة للإيحاء بسهولة يعني التي تتقبل الإيحاء وتتأثر بمن حولها يعني. أي شخصية؟ الشخصية اللي هي يعني قابلة للتأثر وقابلة لل إنها يعني للإيحاء يعني الشخصية الطيبة أو الشخصية يعني ممكن نسميها الشخصية الطيبة البسيطة والشخصية البسيطة والشخصية نعم. برضو الهستيرية مثلا ممكن اللي هي ممكن تتأثر ويعني تكون متلقية يعني تتأثر بالكلام بالإيحاء. إذا صار كلام عن السحر ممكن هو طوالي يؤمن بالسحر يعني. إذا صار كلام عن مرض معين يشعر أنه هو المرض عنده أو حتى إذا قرأ عن مرض معين يحس أنه هو عنده هذا المرض أو الأعراض يعني. وطبعاً العكس في شخصيات تانية عندها القابلية عندها الإمكانية والمقدرة على التأثير على الآخرين. ففي نمطين من الشخصيات يعني نعم اللي تتأثر أيوة. فالشخصية اللي بتتقبل التأثير يعني هي معرضة أكثر للاقتناع بأنه هو مسحور حتى لو شعر ببعض الأعراض ممكن يعني أوحد عامي قال له يا أخي أنت يعني بتحس بكذا بكذا إذن هذا يمكن فيك مس أو سحر. خلاص يبدأ هو يدخل في الحلقة إنه هو يقتنع إنه هو مسحور وإنه فعلا الأعراض اللي عنده دي سحر ويبدأ يعني يمشي ممكن للمشعوذين أو الدجالين ويبدأ هذه الأعراض تتكرر عنده وتزيد يعني لأنها يحصل التعزيز يعني بسبب كلام الناس اللي حوله يعني. نعم هل ممكن معالجتها دكتور؟ هي غالبا النوع من الشخصيات دي يعني ده نمط من تفكيرهم يعني فعلاجه بيكون صعب يعني بيحتاج فتره طويله وعشان يكون في اقناع وفي تغيير في المفاهيم دي. طبعا ابي اقف عند نمط من تفكيره يعني شلون نمط من تفكيره يعني هو بطبيعته هو انسان يعني يتأثر بالأشياء اللي حوله يقتنع بسهولة ويتأثر بمن حوله من شخصيته هذه شخصيته هذه يقتنع بأي شيء نعم ويتأثر بالأشياء الموجودة في المجتمع يعني طبعا برضو الحالة النفسية والحالة الاجتماعية هذه كلها تأثر يعني في المجتمع يعني مثلا عندنا في الشرق معروف إنه الإيمان بالسحر أكثر يعني
من زمان يعني مشهور الوجود السحر، ومثلا في الهند في كذا، بالنسبة للغربيين هي أماكن السحر يعني. فالمجتمع عندنا بيتقبل فكرة السحر أكثر من المجتمع الغربي، وبرضو في المجتمعات الريفية يمكن أكثر، وفي الأماكن اللي فيها درجة التعليم متدنية، كل ما كانت درجة التعليم متدينة كل ما كان انتشار وتقبل فكرة السحر والإيمان والميل لأنه نفسر أي شيء بالسحر موجود. فهي عوامل اجتماعية ونفسية و يعني تتداخل يعني. مع أن هناك أيضا دراسة ذكرت أن 4 دول أوروبية تتفوق على الدول العربية في السحر. هذه دراسة غريبة شو. صحيح. نعم هو في كل العالم يعني، في كل العالم موجود يعني. طيب الآن خلونا ننتقل مشاهدينا الكرام إلى هذا الفاصل ونعود إلى مزيد من النقاش وكذلك المفاجآت. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام. بعد هذا الفاصل تناولنا قبله موضوع الفرق بين السحر والشعوذة وكذلك الدجل. الآن راح نركز معكم بإذن الله على موضوع السحر، وأيضا النقاش مفتوح لضيوفنا وكذلك لجمهورنا الكريم اللي حاب يشاركنا في محور وموضوع هذه الحلقة من برنامجكم برنامج المجهر. اللي عنده سؤال ضيوفنا الأعزاء ممكن أنه يتفضل ويطرح سؤال. تفضلي أختي. شكرا. ضحى العوني من تونس أعلامية. ضحى العوني من تونس أعلامية. تحية لك وإلى كل الضيوف وسادة المشاهدين. الله يحييك. فقط أردت أن أقول أن السحر في العادة ينشط أكثر في إفريقيا، وبالتالي أنا كأعلامية اشتغلت على موضوع السحر وتوجهت إلى إحدى النساء التي تدعي أنها ساحرة، وأخذت معي كاميرا خفية. فحينما دخلت كنت متوترة الحقيقة، ظننت أنها ستكتشف أمري في البداية، لكن حقيقة لم تكتشف. فأعطتني قطعة قماش، أقسم أن هذه القطعة لا يوجد عليها شيء، حتى الغبار لا يوجد عليها، وطلبت مني أن أضعها على رجلي. وضعتها، بعد 5 ثواني 3 ثواني نظرت إلى رجلي، شعرت بشيء يعني وزنه ثقيل شوي، وجدت هنالك سحلية. فصدمت. سحلية؟ سحلية وزنها ثقيل وكبيرة، وهي تخاطبها تتحدث معها، يعني أنا صدمت، فخفت وتوترت كثيرا. فقالت لي عودي بعد شهر وأحضري معك 3 بيضات، ضع البيضة الأولى على الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر والثالثة على رأسك، وأطلي هاته الآيات القرآنية والصور. فعلت ما طلبت مني حقيقة، أردت أن أكتشف الأمر. الآيات القرآنية صحيحة والصور؟ أي طبعا طبعا طبعا، المعوذتين، وأعطتني يعني آيات قرآنية موجودة في القرآن طبعا. عدت بعد شهر كي أتمن تقرير الصحفي، فأنا أمسك بالبيضات، كنت أظن أنها ستغير البيضات، فقالت لي ضعي، قومي بكسر هذه البيضات. كسرت الأولى فوجدت فيها كلها تراب أكحل أسود، تراب البيضة أسود نفسها. أي تحولت كلها إلى تراب. الثانية فيها حليب معه قهوة، وثالثة عادية. فأخبرتني يعني أني تناولت سحرا من أقاربي. حقيقة لم أجد جوابا على ما شاهدته، أعرف أنه دجل وسحر، لكن حقيقة كإنسانة عادية شاهدت هذا النوع من السحر، استغربت من أين يملكون هذا القوة. فلدي أسئلة. تفضلي. ما علاقة الساحر بالجان؟ هل أن الساحر لديه سلطة على الجان؟ وما هي التنازلات التي يقدمها الساحر للجان حتى ينفذ كل طلباته؟ نعم. ثم السؤال الثاني، هل يمكن للإنس أن يتزوج بالجان وينجب منه أطفال؟ ثم لماذا السحر يتوجه مباشرة إلى المقابر؟ لماذا يركز الساحر مع المقابر ونجد السحر عادة يوضع في المقابر؟ طيب. وشكرا. بس أنا بسألك بالنسبة للبيض اللي أنت أخذتي، أنت شريتيه بنفسك؟ أي والله العظيم شريته من الدكان، وأصريت أنه يظل عندي، يعني ما أعطي لأي شخص. وأنا ما قمت بكسر هذا البيض، تحول هذا البيض إلى تراب أسود، تراب. طيب. بحكم أنك إعلامية ضحى، أنت ربطتي بين الدجل والسحر، مع أن هناك فرق بين السحر والدجل.
يمكن موجود هذا الفرق، لكن باعتباري لست أخصائية لأكشف هذا الفرق، ولكن أعمله أن الساحر يظهر أنه يمتلك قوة غيبية وخفية، أعطته يعني الأحقية أن يحول هذه المادة التي داخل البيضة إلى تراب. الأكيد أن الأمر يعني فيه سحر. ممتاز، الله يعطيك العافية يا ضحى. شكرا. سعداء أيضا بتواجدك وكذلك بطرحك. بيض وسحلية طلعت وتتكلم مع الساحرة، والبيض هذا بعد طلع فيه تراب، شلون يا أبو الطيب؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أولا هذا تخصصي. أنت ذهبت لسويحرة وليس ساحرة. سويحرة وليس ساحرة. وليس ساحرة. نعم. صغيرة صغيرة صغيرة. نعم. هذه تتعامل مع السفلي من المردة. تتعامل مع السفلي من المردة. السفلي من المردة عندهم سحر الخيال وليس الحقيقة، وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذه سويحرة تتعامل مع مردة الشياطين السفليين البسيطين. لو كنت أنا في مكان هذه وتعلمت السحر بطريقة صحيحة، أولاً ما بسأل من اسمه، بوريها اسمها. أنت فلانة بنت فلان بنت فلان، أبوك فلان أخوك فلان بنتك فلان، ما متزوجة، كلها بكلمة. ليه؟ إضافة إلى كلام شيخنا اللي هو يسترقون السماء، في حتى تاني في شفرة تاني أنا أتعامل مع القرآن القرين. مع القرين؟ أي مع القرين. إنما تأتيني داخلة طوال أنا شفرة بعملها بعقد أصبعي الخنزة هكذا. لحظة، في شفرة بقولها تعقد أصبعك؟ الخنزة الأيسر أو الأيمن؟ الأيسر. الأيسر أيوة. طيب. أعود كلام ما دار أقوله أربع مرات. يأتي سهسهوبي زعيم الميتين ستة وثلاثين جن. ميتين؟ ميتين ستة وثلاثين جن، منهم المردة والعفاريت والشياطين العاديين. هو زعيمهم. هو زعيمهم. أنت لما تسكر يدك. أيوة. على صغير الصغير. أقول كلام أربع مرات. يأتي هذا الشفرة بتاعت النداء. نعم. أقول له تكلم لي مع قرينتها. أنت ما تتكلم، هو اللي هو يتكلم مع قرينتها وينقل لي الأخبار من قرينتها، اسمها كذا وفلانة وبنت فلانة وبنت فلانة بنت فلانة بنت فلانة بنت فلانة، كل أعرف معلومة منها، كل المعلومات، حتى في كلام هي ما بتعرفه أنا بقولها، ولا أمشي أسأل أمك، أسأل أبوك حصل الكلام ده. أيوة نعم، ده من القرينة بتاعتها. ده سويحرة بتتعامل مع مردة الشياطين السفليين. طيب، ما ساحرة كبيرة أو تعرف. طيب، وده سحر الخيال، خيل إليها أنها البيضة فيها تراب وفيها كذا. والسحلية بعد هذا كله خيال؟ كله خيال، هذا كله خيال ما حقيقي. لو كان حقيقي كان ما سألت من اسمها ولا قالت لها كذا، ولا كان من البداية بدأت معها بطريقة رسمية جدا وسألت ووردت كل شيء، بعدها كثير عندي وما كشفتها. يعني كان أقل شيء تكشفها يعني. هي كذابة، هي كذابة، دجالة كذابة، ما عندها علم بالسحر على الطاب. طيب، نعم. التنازلات اللي يقدمها الساحر للجن واللي يقدمها الجن للساحر. طيب، أي ساحر يتعامل مع الجن أقل ما يقال فيه اللي تقدمها أشرك بالله. لو كان في ذنب، أنا شخصياً ما مارست العمل ده، لو كان في ذنب أكبر من الشرك لو قلت أن الساحر ذنبه أكبر من الشرك. الساحر ذنبه أكبر من الشرك. من الشرك، لكن ما في شيء أكبر من من الشرك. إيه، لكن هل الشرك بالله هل هي أهم الشروط الأساسية؟ وما في الشيطان ولا جن ولا أي مسميات دي يتعامل مع أي كان حبا في سواد عيون. لا، تقدم التمن، والتمن غالي، هو الشرك بالله. في أي حالة من الحالات لو نظرت للشرط اللي أنت قال لك نفذه عشان ينفذ لك الأمر تلقاه شرك بالله سبحانه وتعالى. شرك بالله، تشرك بالله يخدمك الجن ومش خدمة رغم عنفه. أنت قدمته وقدم. طيب، مقابل. طيب، في أشياء أخرى بعد يشترطها؟ أيوه. مثل؟ يشترطك قول مثلا أذبح، قول كده، سب الله، سب الدين، أعوذ، سب كذا، أرمي المصحف في الحمام، قول في المصحف عمل كذا، أعمل كذا، أعمل كذا، هذه كلها أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. في أشياء أنا ما أستطيع أقول قدام الجمهور من خطيرتها وكلام الفارغ اللي بيعمله. لكن صحيح، لازم الطرفين يقدمون. أيوة، يعني تنازل. لازم الإنسان هو يقدم خدمة للجن. الإنسان قدم. أقدم الخدمة للجن. أي، من خلال مقابل الخدمة هذه. إنه يعطون كل معلومات وإنك تسحر وتتحكم. بعده أنت تطلب منهم وهم بينفذوا كمان. طيب. أنت نفذت أمهم نفذت. طيب. أيوة.
هل فعلا هم يتزوجون؟ ممكن الانس يتزوج من الجن؟ بارك الله. كلمه زواج مساله قدسيه. الزواج له شروط، له شروط، الزوجه والزوج والشهود في مراسم. اطلب يعطوك بقبول. هذا لم يتم بين الانس والجن، ما في زواج، في استيلاء. الناس بيقولوا متزوجه جن او متزوجه جن، لا مش زواج، استيلاء. هي ممارسات خاطئه بكل ما تفهم من الممارسات، وليس زواج. ما فيش من الانسان من ياخذ اهله ويمشي لعالم الجن يكونوا ظاهرين يتشكلون ويكون بالتشكيله اللي الانسان يقبلها بهم ويقدم ويقولوا احنا جينا طالبين بنتكم من اخوتنا من الجن بسنه الله ورسوله. ما فيش كلام ما حصل زي. ولا الجن ياتي للانسان نحن اخوتكم من الجن مسلمون ونطلب بنتكم فلانه، بنت ولدكم فلان او بنتكم فلانه نزوجها لولدنا. الانسان ما يقبل هذا ولا الجن يقبل هذا، وما حصل. بعدين ما فيش ابناء بين الاثنين، في ممارسه عاديه جدا، والممارس او الممارسه بيسال الشيطان القرين هذا الشاب يحب المراه باي صفه، صفاتها كذا صفاتها كذا صفاتها كذا، هذه جنة عاشقة واحد من الانس. تتشكل اول حاجه تمارس ممارسات عاديه بسيطه بسيطه حتى تمتلك عليهم، ثم تتشكل تتشكل بالصوره اللي نقلتها القرينه القرين بتاعك لاهي. نعم ايوه تستولى عليك بشوي شوي عادي جدا جدا دليل. بالعكس، لكن زواج ما تم ولم يتم ولا بيكون في انجاب. انت ذكرت الجن المسلم، هل ممكن انه يساهم معك في السحر او فك السحر الجن المسلم؟ هذا خطا من الرقاة. اي راقي بيتعامل مع الجن المسلم الغير او غير مسلم هذا ليس بشرع، هذا كلام فارغ. اول حاجه الشيطان او الجن سواء كان مسلم او غير مسلم ما المفروض انك تتعامل معه، ولو كان في حوجه التعامل بين الانس والجن اولى بها النبي وصحابته. كان يتعامل مع الجن، ما ذكر لنا لا في السنه ولا في اي مرحله من المراحل تعاون النبي مع صلى الله عليه وسلم او تعاون الصحابه او الخلفاء مع الجن، يعني عملوا لنا كذا ولا سووا لنا كذا عشان نتعاون ولا الشفاء ولا غير ولا غير الارشاد. ما حصل، ما حصل على الاطلاق. اذا دي حاجه خطا جدا جدا، والجن متلاعب. زي ما تلاعب بي انا، قال لي انا اخدمك في وجهي لو انا مسلم. انت شنو؟ قال لي انا مارد. عرفت ان المارد، المارد لا 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 لا, لا يسلم. المارد لا يسلم، لا يسلم. اللي يسلم العفريت، ممكن يكون من المسلمون وغيرهم وغيره، ويهود ونصارى، لكن المارد هذا من ذرية إبليس والشيطان من ذرية إبليس، والاثنين ده ما يسلموا على الله، ما يسلموا على الله فقط. طيب بعدين على الثاني، معلش إضافة ثانية، أنه يوم يقول لك أنا مسلم ممكن يقول لك أيوة أنا مسلم ويشهد بأن لا إله إلا الله وكلها كذب ونفاق وخدعة ما أنزل الله بها. هذا اللي يقوله المارد. أيوة، لأنه قال لي أنا أساعد معك و ارفع الدرج هذا تلقى اسم بتاع هذه المراه والاسباب سويته الجن وعمل واحد زائد واحد زائد. هذا يقول لك هذا قال لي، قال لي انا اساعدك. انت شنو؟ انا مسلم. انت سؤال مبهم، ما بوريه انا اقاصي شنو. قلت له انت عفريت ولا مارد ولا الشيطان؟ قال لي انا مارد. عرفته. قلت له انا لا اتعامل معك ابدا لانك انت كذاب. فتغيظ علي، قال لي انت 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 بغيظ علي كونه فهمتني او رفضت المعاونه. طيب انت قلت ما قلت انت مسلم ولماذا تضيص علي؟ فانا اعرف المسائل دي. طيب شيخ موافي، بالنسبه لل ما طرحناه على ابو الطيب، يمكن بعد اكثر الناس يقول ان هناك عمليه ربط او ان يتعاملون مع القرين بعض المشايخ والجن، مثل ما نسمع انه يعني يتعامل مع الجن ويفكون السحر او يساعده في فك السحر، وهذا امر هل هو شرعي؟ هل هو امر غير صحيح؟ الأصل في أولاً أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتداوي، تداووا عباد الله ولا تداوى بمحرم. فإذا وجدت عندي علة معينة أياً كانت نوع العلة، فأنا لابد أن ألجأ للطب الذي تواضع عليه الناس وتعارفوا عليه. والله تبارك وتعالى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما جعل الله داء إلا جعله دواء، ولكن المشكلة أين تكون؟ علمه من علمه وجهله من جهله. أحياناً أذهب إلى الطبيب الطبيعي فأفاجأ بأن الأمر قد يتأخر، يأتيني واحد من عامة الناس مثل ما ذكر الدكتور أن هذه الأشياء تنتشر في البيئات الفقيرة أو البيئات اللي نسبة الجهل عالية أو في القرى والأرياف التي أيضا ثقافة الناس ضعيفة، وهذه الأشياء تجد بيئة خصبة لنقل أو تناقل هذه المعلومات. ده فلان بيحرك الحيط عن الحيط، فلان يعلم الغيب، فلان يفعل ويفعل، يضخمون هذه المسائل.
والساحر نفسه بيستعمل هذه النسائل أيضا ليضخ حول كم من المعلومات ليظل متربع على عرش المنطقة التي هو بها، وأنه هو الذي يشق يفعل ويفعل ويفعل. فأنا الربط هذا هو نوع من السحر، وكما ذكر الإخواني طبعا السحرة، وكما ذكر أيضا أن لا بد أن يكون كسؤال الأخت لازم الساحر يدفع مقابل، والمقابل أعظم ما يملك وهو الإيمان بالله تعالى. الساحر لن يخدمك لوجه الله تعالى، وإنما عندما يرى أنك أصبحت عبدا له يطلب ما يثبت أنك أصبحت عبدا حقيقيا، فيفعل التصرفات التي أشار إليها أبو الطيب كمسألة وطء المصحف بالقدم و و و، لأن ليس بعد الكفر دم، وبعد ويطلب منك أشياء تفعلها، وقد يفعل معك أنت شخصيا بعض الأشياء التي يحبها هو أيضا حتى يكسر عينك مثل ما نقول عندنا. وبالطريقة هذه ماذا تريد أنت؟ أنا أريد أن أنا أمنع هذا من أن تحمل امرأته منه، يفعل هذه الأشياء فعلا، وهذا نوع من التأثير على العقل، لأن الجن كما أخبر النبي عليه صلوات ربه وسلامه إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم. فإذا كان هذا يستعمل السحر فإنه يدخل العقل الإنسان، طبعا العقل هو الجهاز المسيطر على كل أعضاء الجسد، صحيح، يستطيع أن يوقف عضو من الأعضاء تماما عن العمل، يستطيع أنه هو يعمل عندك نوع من التشويش الذي يجعلك لا تستقر ولا تهنى ولا تسعد، يستطيع أن يعمل عندك نوع من التخييل كما ذكر أبو الطيب يخيل إليك من سحرهم أنها تسعى. هذه أنواع، احنا عندنا عشرات الأنواع من السحر يفعلها أولئك السحرة حتى يعيشوا يقتاتوا من هذا الكلام الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذا فعلا موجود، ولكن كل شيء له علاج من الكتاب والسنة، لا تحتاج أن تذهب إلى ساحر. أنا معك، أنا لا أحتاج لأني أروح لساحر، لكن نتكلم أن بعض أو مثل ما قالوا بعض الأخوان، إحنا رحنا لبعض المشايخ يحضرون الجن المسلم، تعاون بينهم بين الجن المسلم وبعض المشايخ، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا أخوي سالم، هذه المسألة أولا فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور علماء المسلمين لا يجوز الاستعانة بالجن لا مسلم ولا كافر، نعم، لأن نعم. الأصل في الجن الكذب يا رجل، نعم، الأصل في حتى المسلمين منهم أصفهم الكذب، فمن أدراك بأنه يقول الحق؟ صحيح. أحيانا يقول لك ترى مثلا أم زوجتك عمتك هي اللي مسوية السحر، حتى يوقع بينك وبين أهلك الفتح. أخوك ولد عمك هو اللي يبغي زوجتك وكذا وكذا، وهذه من دأب الجن، أنه لن يخرج سالما ولن يترك سالما لا في عقيدتك ولا في عبادتك ولا حتى في علاقاتك مع الناس. أبو زهرة، عندك تعليق على موضوع الأخت ضحى؟ موضوع الأخت ضحى، إحنا بشر عادي، والبيض والتراب أسود، إحنا ناس عاديين خالص، كنا بنصلي، كنا بنعبد لله، فدي مش منا مننا على الله سبحانه وتعالى، ولكن ده فرض من الفرائض إن إحنا نعبد الله ونقيم الصلاة. سيد موسى عليه السلام سحرت عينه أمام سحرة فرعون، سيدنا موسى مش بيضة وحية وسحلية، لا، سيدنا موسى لما وقف قدام سحرة فرعون ألقوا بالعصا والحبال فإذا هي حيات وثعابين تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. نعم، لما ألقى سيدنا موسى العصا تحولت المعجزة إلى ثعبان، معجزة تحولت العصا إلى ثعبان وحية تسعى تبتلع الحبال والعصي. في نظر السحرة هي حبال وعصي، أما في نظر سيدنا موسى عصا تحولت إلى ثعبان تبتلع ثعابين، لأن هم سحرة، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم فيها الرهبة وجاءوا بسحر عظيم. فأنا وإنت وضحى والناس كلها لما يتعمل قدامنا كده ما نصدقش، حتى ربنا سبحانه وتعالى دب الخوف في سيدنا موسى وقال فأوجس في نفسه خيفة موسى، ربنا طمنه قال كنا لا تخف إنك أنت الأعلى. يخيل إليه من سحره بأنها تسعى، يبقى لكان فيه سحلية ولا كان فيه تراب، إنما هي خيل لها. وحقيقة سيدنا موسى نبي ورسول، قال فأوجس في نفسه خيفة، خاف سيدنا موسى. سبحان الله. الجانب الثاني إن الجماعة السحرة والدجالين والمش عاوزين بيلعبوا على عواطف وأعصاب المريض، وبيعرفوا يدخلوا له المدخل اللي هو، يعني على سبيل المثال الموضوع ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، أنت إيش بتسوي؟ بنسوي نفس الفكرة ولكن عن طريق الحيل، يعني حيلة مش سحر، حيلة. طيب خلينا نشوف، يقول لك أنت معمول لك عقد، والعقد هي ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي ينفسنا ويسحرنا في الشيء ده، مثلا حبل طويل وبعدين بيقسمه نصين كده الساحر المشعوذ مش الساحر،
الدجال. طيب ممتاز. النصاب. أوكي. هنا ساحر أرقى من كده. شعبيط يعني. فأدي الحبل. يعني نقدر نقول سويحرة ولا سويحر. ده تصغير للساحر. أدي الحبل سليم سليم. وبعدين يقسموا نصين ويعملوا كده. يا ريت الكاميرا تبقى معانا عشان تبقى باينه شويه الكاميرا بس اخواني اهو شوفي لا نزل يدك شوي بس استاذ وزار عشان كنت باينه بيقسمها نصين نعم بالمقص بالمقص اه كده بيقسمها نصين اصبحت كل واحده لوحدها صحيح ده من ضمن الحيل طيب. ولكن هو بيقنع زبون وبعدين ما بيعملهاش في جو زي كده استوديو لا الحين وجوه طيبه قاعده لا هو بيقول عزيمه يا زوبعه يا صاحب الرؤوس الاربعه هاد برهان قائد كتيبة البتنجان المرجان أي كلام المهم إن هو يدخل الدباجة على الزبون ويقتنع لأنه لو هو قال له هات الحبل قص الحبل لا 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 كده مش شغل وبعدين بيعمل كده ويقعد يلفه كده ويقعد ممكن يتمتم يعني بيلاقي الجن ويكلم الجن وبعدين يقص كده آدي اتقطعت وادي التانية اتقطعت إذن دي لوحدها ودي لوحدها صحيح لما تيجي تفردها كده تلاقيها زي ما هي لا تقصت ولا راحت ولا جت لا معلش خلينا نوضحها هذا شلون سويتها ما نوضحها ما ناكل عيش احسن ناكل عيش آه. عندنا مشكله نسترجع احسن احنا بنقعد نشرح كل اللي احنا نكتشفه من الدجالين والمشعوذين لا وضح لي مش هنعرف نعيش لا وضح لي اكيد انت وانت قاعد مع الدجال والمشعوذ والنصاب خلينا الصف في الجون كده يعني في الجون يعني مهيئ انك تعمل اي شيء عمره ما هيقول لك انا بعمل ايه عمره هذا وش هو هذا المشعوذ المشعوذ والدجال والنصاب طيب. حتى في القانون في القانون لا يعاقب على انه ساحر ما في نص قانوني يعاقب الساحر هذا هذا ولكن يعاقب على انه نصاب النصاب نعم عمره ما هيقول لك فيه نرجع مع الشيخ عمره ما هيقول لك انا بعمل ايه عمره هيقول لك انا بعمل ايه هذا المشعوذ والنصاب والدجال وانت لا مشعوذ ولا نصاب ولا دجال اتمنى بس هو انت توجه رسائل للمجتمع في موضوع السحر والشعوذة شلون سويت الحركة هذه عنده فكرة اتعملت ازاي او حد من الجمهور عنده فكرة النصاب ده لو انت ممكن تقول له عيدها تاني وبركز معاه وبتطلع نفس الشيء هيعيدها مرة واثنين وعشرة وهو الحال الا لو تقول له يعني طب عرفني يقول له عرفني ايه ده الجن اللي قطعها وسواه يا شباب يا جماعة ايها المشاهدين بيكون ماسك قطعة صغيرة كده حلو خفيها في ايده من غير ما تدري ولا تشوف لانه مش هيقول لك انا بعمل ايه كده طيب انت شلون اخفيتها في البدايه بالطريقه هذه ادي الحبل سليم ادي الحبل سليم وبيدخل دي مكان دي يبقى هي عمليه رؤيه شد هذه من فوق رؤيه بس رؤيه شوف شلون وبعدين يقطعها كده الاصل عندنا في الموضوع ان هي لسه سليمه زي ما هي موجوده هو لو قال لك انا بعمل ايه هذه خفه يد سريعه لا ما انتبهنا لك هو محترف هو محترف هو نصاب وبعدين شوف في معلومه برضو احيانا بيطلبوا من زباينهم النصاب والمشعوذ والدجال بيطلبوا من زباينهم نوع من انواع البخور ثامن يعني غالي الثمن وبعدين يبعتك عند حد معين من محلات العطاره ومحلات الاعشاب هو بيكون بينه وبينه بيزنس اتفاق تروح تشتري 3 4000 5000 10000 واللي بيبيع لك بيقول لك خلي بالك ده ما بيرجعش عشان ده لما بيتفتح ما بيرجعش بينه وبين النصاب شغل وبزنس أو يطلب منك أشياء يعقدك فيها فر يتيم عرسة مطلقة مش عارف أرنب أحول أي كلام نعم طيب نشوف حركة ثالثة أو ثانية عفوا إذا أنت عندك شوف اسمح لي فضلت شيخ موافي نعم اسمح لي تفضل دي ورقة فاضية وش وظهر وليكن الشيخ موافي رايح لا اعوذ بالله يعني لنصاب او دجال او مشعوذ او ساحر وهيسال هو رايح له ليه هو اللي هيروح للنصاب والدجال والمشعوذ او للساحر هيروح ليه اكيد عنده عله من هذه العلل علشان يسال عنها صحيح لو تكرمت وصلها لفضيله الشيخ الورقه الفاضيه دي يمسكها بين ايديه طيات ايديه كده امسكها كده فضلتك كده طيب وخلي السؤال اللي في ذهنك هو اكيد انت ماسكها انت جاي عند المشعوذ عشان تعرف منه انت فيك ايه نعم فبيقول لك انا هخلي برهان قائد كتيبه البتنجان والجماعه دول يجاوبوا لك على السؤال فانت ماسك دلوقتي وفي ضميرك سؤال بتطلع الاجابه على الورقه من غير الساحر ما يعمل حاجه النصاب برضو والمشعوذ عشان نخلي الساحر ده لسه هيجي دوره بنمسك الورقه كده ورقه تانية خالص فاضيه وبنحرقها
واحيانا بالورقه دي بيكون فيها سؤال يقول لك اسال فيها سؤال، فالسؤال ده اللي سعادتك عاوز تعرفه اللي هو هل انا مسحور ولا لا، هل انا في جان ولا لا، مش حاسس بحاجه كتير بتكتب تحت ايدك يا فضيله الشيخ؟ لسه محدش تقريبا جمال لسه اجازه. مش حاسس حاجه بتكتب تحت ايدك لغايه الان؟ ما في شيء اكيد. مش حاسس الوقت ضحى يعني شافت البيضة؟ لو تكرمت الورقه. هذه الورقه فاضيه وش وظهر. طيب تمام، وبيثبت لك انها فاضيه وش وظهر فعلا. وادي الكاميرا معانا، بناخد الرماد اللي سرق اللي مكتوب فيه السؤال او ضمرت السؤال وبنفركها كده. ادي فضيلة الشيخ طلع له واضحة في الكاميرا، ما في عزب، معمول سحر سفلي بالطلاسم. لا طيب، هذا معلش، هذا بالخط حق الشفرات اللي يسوونه او طريقته هذا؟ اكيد. شوف الاخت ضحى ركزت كذا مره، هي اعلاميه وصحفيه وفاهمه، قالت لك البيضه ما سبتهاش من ايدي. والله لما تعملي ايه عند الدجال والنصاب والمشعوذ استاذ محترف، حتى لو انت ماسكاها في ايدك، سيدنا موسى بجلاله قدره اتعمل فيه كده، فعادي شيء عادي. وعمنا الطيب قال ايوه هي معاها صويحره صغيره فمعها صبيان. لا بس احنا قلنا المشعوذ والدجال هي الاعيب، هذه بيضه، البيضه طلع فيها يعني اذا خلاها سحر تخيل. اوكي خيال. معناها ساحر، هذا سحر تخيل، معناها سحر. ما ساحر. نعم اقول لك صويحره صغيره علي. صويحره ايوه، انت قلت صويحره يعني صغيره، لكن استخدمت سحر هي. اي نعم اي اوكي. هذا سالم، دي بتتعمل بكذا طريقه. طيب وليها 100 طريقه مش طريقه واحده، وانت بتكون جايب الورق من معاك شلون، ولكن هو عنده الحنكه. انت جايب الورق معاك؟ لا الورق من عندكم من الاستوديو. زي البيضه اللي جابتها هي اصلا. ايوه عادي. طيب. عادي المشعوذ له طرق. طيب هذا شلون سويتها؟ هنا بتتكتب بشمع، فالشمع دهني فبيلتقط الرماد. لا هو يكتبها قبل ما يجي يعني؟ طب هو مجهز شغله ومجهز زباينه ومجهز حاله. اعوذ بالله. عمره ما هيقول لك انا بعمل ايه. ولسه تباعا هنعرف فيه حاجات اكتر من كده ان شاء الله. إيه بس انت كنت مثلا واحد من الجمهور يعني، انت ما تعرفه. مثلا انا دخلت على مشعوذ بالطريقه هذه او نصاب، قلت له انا والله فلان فلان. شوف كان زمان في الافلام الابيض واسود بتاعت زمان. ايه اسماعيل اتوقع انه يمكن يكون في الموعد الثاني. كانوا يجيبوا واحد يدسوه بين الزباين، ياخذ المعلومه يخش يقولها للشيخ. النهارده بقى فيه واتس وبقى فيه نت وبقى فيه كل حاجه، والساحر والنصاب متعلم وتطور طبعا. يعني ممكن يستخدم التكنولوجيا. طيب مشاهدينا الكرام، تعرفنا على السحر، وراح نتعرف ايضا بعد الفاصل على مواصفات الساحر. خلوكم معنا. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل، واهلا بالجميع، وكذلك التحيه لضيوفي الكرام هنا في الاستديو. يختلط على عامه الناس التفريق بين الساحر والمشعوذ الذي يستعمل خفه اليد، فكيف نتعرف على الساحر؟ نتابع. العلامات التي قد يستدل بها على الساحر فهي: يسأل المريض عن اسمه أو اسم أمه، يأخذ أثراً من آثار المريض مثل ثوب وغيرها من ملابس أو غيرها مما يستخدمه المصاب، يطلب حيواناً بصفة معينة ليذبحه ولا يذكر اسم الله عليه، أو يرمي به في مكان خرب. كتابة الطلاسم والتعويذات الشركية عدو لدود لجميع الأديان، ويظهر سخطه عليها واستهزاءه بها في كل مناسبة، ولا يدخل بتاتاً أي محل للعبادة إلا بقصد تدنيسه.
إذا مشاهدين الكرام تابعنا علامات الساحر ولو شلون نتعرف على الساحر من خلال هذا التقرير والعلامات اللي ذكرها التقرير، هل العلامات هذه صحيحة أبو الطيب؟ نعم وأكثر وأكثر؟ أكثر من طيب إحنا ذكرنا أنه يعني يسأل الأب عن أو الأب والأم يسأل أول حاجة تسلم لك باسمك أو يقول لك كلام غريب شوية أنت تعتبر من العلم الغيب، ثم إذا طلبت منه عمل معين يسألك من اسمك أو اسم المسحور، أنت تقول له فلان ابن فلان، يقول لك لا أنا داري اسم أمه، لهذا المدخل موضوع خاص. ليه؟ إيش معنى الأم؟ لماذا؟ لأنه السحر بيرجع للحروف الأبجدية، مائية، ترابية، هوائية، نارية. إذا مثلا أنت طلبت أسحر شخص معين، أنا بطلب منك الآتي اسم الأم، لماذا اسم الأم؟ لأن اسمك واسم أبيك ربما هذا الرجل ليس بأبيك، أنت منسوب إليه، لكن أمك هي أمك، لكن منسوب إليه، أمك التي تعرف أباك حقيقة، والله سبحانه وتعالى هو يعرف. فإذا كان اسمك بحروفه، مثال يعني محمد فلان مثلا حواء، طيب الحروف في حروف هنا مائية، أنا ما دار أذكرها، حرف اجتمع حرف من محمد مع حواء في حرف معين، الحروف دي مائية، ليش؟ عشان أنا أقدر عام السحر أدخله في الماء، أدخله في الماء لأن أنت مائي. أيوة. طيب إذا أنت ترابي أعمى السحر أدخله في التراب في المقابر المحجورة وغيره وغيره وغيره، أنت هوائي أعمل سحر عقد من سر نفاثات في العقد وأربطها في الطيور تطير بها أو في الأشجار العالية عشان يحبها بالريح، أنت يعني ناري أنا أعمل سحر أقلوه في النحاس، حديد من النحاس أخذته في الجمر، أجيب السحر باسمك اسم أمك أخذته، أنت تسحر تماما. ليش؟ لأن أمك لا شك فيها، أمك لا شك فيها. ليش؟ لأنه أبيك إذا اسمك مثلا ذكرنا محمد عبد الله أو محمد فلان في محمد أحمد، الرجل هذا ما أبي. إذا كان أنا عملت سحر مثلا دار أجيت عينه قلت انقدى ما بتتقد، ليش؟ لأنه في اختلاف في الحروف، أنه ده ما أبي يكون ترمت أو حاجة وجع بسيط أو طيب. حاجة كذا. الأم الجانب الأمتن في شخصيتك، الأم الجانب الأب في ابن الحرام وفي كذا وكذا وكذا الزنا، لكن جانب الأم لا، أمك أمك وأنت لا شيء فيك. أما نعم. أبيك هذا الله أعلم. نعم الآن يعني بيختاروا حتى المتينة عشان يكون السحر مكرر فيه، يعني أصبح ربط السحر باسم بالأم. الشخص والأم وبالأحرف المائية والترابية. أيوة. والهوائية طيب. والنارية، ويسحر عن طريق هذه الأربع أشياء. أيوة طيب بعدها بطلب أشياء معينة مثل وأهم شيء الشعر الداخلي، شعر العانة، شعر المحسن، شعر الرأس، الدقن، الكذا، شعر الصدر، ده السحر يكون فيك مليون في المرة، المرة مكرر فعلا. بعدها بنتقل الأشياء البعيدة منك، الملابس الداخلية كذا كذا كذا، في النهاية لو ده كله أنت، وده سهلة جدا خاصة مع عالم النساء. نعم. يعني إحنا كان زمان مشغلين شغل ده، تجي المرأة دار تلبس زوجها كالخاتم تقول لك أنا دار لبسه ما طمع أريد أنا أطلع أو أدخل ورجعه ثاني، يعني يطيعني طاعة مياه، يقول لها تقدر تشيل شعر العانة، قال أنت تقول لك ممكن أنا أحسن له أشيل خطه في بتاع تحسين بعد النساء كنت تحسين للزوجات في الأشعر، يجيبوا الشعر هذا، ده أهم شيء. بعدك ننتقل للملابس الداخلية، السراويل الداخلية نأخذ منها خيط خيطين نيجي نعمل أسحار سواء كان في المقابر أو سحر العقد أو أيوة ده الحتة اللي اختاروا فيها. نعم. الثالثة والقبل الأخيرة مثلا الطلاسم، أول ما جيت للإنسان وسألك من المسائل ده يقول لك خذ يدك في بعض الطلاسم اللي هي الموجوده عندنا ممكن نعرضها الناس تشوفها ولا. طيب ابو طيب خلونا نشوف بعض الطلاسم، مشاهدينا ايضا ومستمعينا الكرام نشوف معكم بعض الطلاسم اللي حضرها لنا ابو طيب، وطبعا هذه للتحذير منها، وبالطبع قمنا بتضليل بعضها وايضا تغيير بعض الارقام والحروف حتى يعني ما يكون هناك في خطوره على اللي يشوف هذه الطلاسم، وأتمنى الحقيقة من اللي يشوف أنه يبلغ عنها أو يحيلها إلى جهات الاختصاص. يعني في طلاسم هنا خدامة طيب. العفاريت من الجن. طيب أنا بسألك سؤال بس وبالطيب، أنت ذكرت أن الأخت ضحى لما دخلت على الساحرة
سويحرة لأنها ما قدرت تجيب المعلومات وتتواصل مع القرين. وذكرت أنك أنت في بعض الحالات اللي مرت عليك شو اسمه الزعيم؟ الزعيم سهسهوبي. سهسهوبي، هذا سهسهوبي تسكر الأصبع اليسار وتخليه يحضر عندك ويتكلم مع القرين ويعطيك معلومات الشخص. أيوة أيوة نعم. طيب الساحر ليش يطلب اسم الأب والأم إذا هو يقدر يحضر المارد ويتكلم مع القرين ويعرف معلومات الشخص هذا؟ أي نعم. ليش؟ ما سؤالك الأخير ما فهمت. ليش الساحر يطلب الاسم من الشخص نفسه؟ هو يقدر يعرف بنفسه أصلا. هو شلون؟ هو عنده يعرف بنفسه ما يطلب من الشخص. ما يطلب الساحر؟ تقول إن علامات السحر يسألك أول شيء عن اسم أمك. لا، إذا طلبت منه عمل دار أسهر فلان من الناس. طيب أنا ما طلبت منه، يقدر يوصل الاسم؟ يقدر يوصل من نفسه يعني. من نفسه نعم. يقدر يوصل، يقدر نفسه يسأل ده يقول له ما اسم المطلوب، ده يتصل بالقرين، بالقرين بتاع الشخص المطلوب يوريك اسمه طبعا. لكن هو بيختصر الموضوع ده بدل عمل وعمل وعمل بيختصر له اسم المارود شنو الشخص اللي انا اسحره اسمه شنو كله فلان. لا ده فلان ابن فلان. لو عجز ما يعرف اسمه، انا بنعرف اسم الام وغالبا ما يعرف اسم الام، ولو فلان ابن فلان والله امه والله ما اعرف اسمه ولا خلي انا بعرف. نعم. طيب دكتور، علاج مثل هذه الحالات اللي تنجرف مع السحر والشعوذه انا شلون اعالجها؟ طيب انا الان نعم. ابي اوصل لحل، يعني هذا الامر انتشر وموجود في العالم كله. نعم. انا شلون اعالجه بالتوجيه بالبرامج اللي مثل هذه مثلا اللي تحط الناس أدوية على معينة. هل في ادويه معينه تنويم سريري. في تنويم سريري مثل نعم. ما ذكر الشيخ موافي. هو طبعا بالنسبه لنا في بعض الحالات هم عندهم امراض نفسيه، فممكن يقتنعوا انه هذه ناتجه من السحر، لانه مثلا احنا عندنا بعض الامراض العصابيه، عندنا بعض الامراض الذهانيه. في الامراض الذهانيه في بعض العصابيه والذهانيه، هذه ترتبط بالاعصاب مثلا. العصابيه هي يعني ترجع اكثر لحالات توترات او يعني في بناء الشخصيه يعني من الطفوله وكذا، تاثر بعدين في ظهور هذه الاعراض اللي هي ناتجه من الانجراف مع بعض. طيب هي شخصيه قلقه مثلا. والثانيه يعني الاذنيه الذهانيه او الذهانيه. الذهانيه هي دي الامراض الاشد زي الفصام اللي هو دائما بيكون فيها تخيلات، يعني نسميها هلاوس، يسمع اصوات ما موجوده، يعني ممكن يسمع صوت باقي الناس ما يسمعوه هو يقول يسمع حوار. طيب فدي يعني هو بالنسبه له تجربه برضه غريبه وجديده، مرض نفسي ذهاني، فهو تفسيره الاقرب بيحاول يجد تفسير لهذا الشيء، يعني باقرب تفسير بيعتقد انه ده سحر او جن، يعني بالنسبه لنا من ثقافتنا ومن من المعلومات اللي عنده. الشيء الغريب هذا اللي تعرض له تجربه غريبه، خبره جديده غير خبراته العاديه اللي بيختبرها من زمان، فاقرب شيء انه هذا سحر. او بعض الاعراض الذهانيه مثلا زي شخص يفقد الاراده، يكون يعني يحس انه الاعمال اللي هو بيعملها مش متحكم فيها هو، يعني في حركه تحصل مثلا يده اتحركت هو ما حركها، لانه ده اضطراب معين هو ما يعني ما يحس انه مش بارادته، انه في اراده ثانيه خارجيه متحكمه فيه. ممكن شخص ثاني او من بيئه ثانيه يفسرها يقول يمكن يعني هذا يعني جهاز متطور متحكم فيني يعني. نعم. بالنسبه لنا هو ممكن يعني في بيئتنا ممكن يقول في سحر يعني، او عن طريق يعني جن حرك يده هو ما لانه هو احساس انه مش بارادته كذا. نعم. فدي بتتطلب طبعا علاج بالنسبه لنا، هي اعراض لمرض معين. مرض معين بنعالج الاعراض، يعني بنعتبر هذا مثلا الفصام نعطيه ادويه مضاده للذهان ويتعالج ادويه مضاده للذهان. نعم، هي فعاله في العلاج، واحيانا بيكون الاعراض شديده وفي عامل ثاني انه نعم. هو ممكن يكون هذا الفصام يجي للعلاج لان الطبيب مؤخرا جدا، لانه في الاول بيروح عند مثلا المشعوذين باعتبار انه ده يمكن سحر يمكن شيء، ويأخروا علاجه يعني باعتبار انه لا انت والله مسحور في سحر كذا، يعني زي ما قلت الدجالين بيفترضوا افتراضات يأخروا علاج الشخص. نعم. لكن هي تستجيب للعلاجات وتستجيب للأدوية، واحيانا يعني هي لانها امراض طبيعتها صعب علاجها، فبيكون العلاج هو فقط يمنع التدهور او يقلل تدهور الشخص يعني. نعم. في الامراض العصابيه اللي هي مرات عندنا بعض الناس اللي بيتعرضوا لصدمات ممكن يكونوا معرضين لاضطرابات نسميها تفككيه، اللي هي نوع من انواع العصاب يعني او الامراض العصابيه، فاحيانا الشخص يكون مش في وعيه فيصير يتكلم بصوت مختلف مثلا
أو بلغة مختلفة. عجيب. هي دي بالنسبة لنا نحن ممكن تكون راجعة لتجربة قديمة أو يعني يعني من اللاوعي، يعني اللا شعور بتاع الإنسان والعقل الباطن بيحتفظ بكل شيء. يعني ممكن تكون مرة سمعتها يعني أغنية بلغة مختلفة، نعم، وتظل موجودة في داخليا، أنت نسيتها لكن هي موجودة داخل العقل الباطن. نعم. هذه علاجها بسيط. تظهر ممكن تظهر في حالات الاضطرابات التفككية. هذه علاجها بسيط. فبالنسبة بالنسبة للناس اللي شاهدوا الشيء هذا بيعتبروها سحور، يعتبروها سحر يعني. نعم. برضو الأمور بتتداخل يعني في هذا. هي صارت عملية ربط بين الحالات، بعض الحالات النفسية وكذلك بين السحر وأيضا العين وكذلك الحسد. إحنا عرضنا علامات السحر، لكن علامات العين والحسد، في بعض الناس يقول لك أنا مسحور في النهاية يطلع معاه عين، والله أنا مسحور يطلع معاه حسد، مثلا محسود على شغلة معينة. يعني شلون نوصل للمفارقات هذه ونعرف أن هذه تختلف عن هذه؟ شيخ موافي، احنا عندنا مشكلة حقيقة بالنسبة للإخوة المعالجين، أحيانا بعضهم مجرد ما بيسمع منك الشكوى يصنف الحالة فورا، وقد يكون هذا اجتهاد فاسد. هذا المريض أيا كان، سواء عين أو حسد أو مس أو سحر، علاجه في الرقى الشرعية. فأنا بارك الله فيك أبدأ في علاجه مستعين بالله تبارك وتعالى، ولا بد للراقي أن يعلم أن الشافي هو الله وليست قدرته الشخصية، لأن بعض الناس من حكر تكرار العمليات أصبح كأنه هو على كل شيء قدير، فيفشله الله فشلا ذريعا. سبحان الله. أم هو لم يتوجه بصدق. هذا بالنسبة للقارئ. القارئ، نعم، القارئ الشرعي عندنا. إحنا عندنا بعض الإخوة تشعر بأنه معتز بما لديه من معرفة، وأنا عالجت آلاف الحالات، فيكله الله إلى نفسه. فرقيته لا تساوي شيئا، ومهما حاولت أنك أنت تستفيد منه ما تجد، لأن هذه ليست طب طبيعي. الطب هذا طبيب عنده سماعة وعنده أدوية، والأدوية دي في توصيف، وبعدين دي خبرات ومعامل. إحنا شلون نفرق بين السحر والعين والحسد؟ معظم هذه الأشياء أعراضها متقاربة. السحر والعين؟ السحر هو أقواها مما شك فيه. طبعا العين حق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني مما لا شك فإنها تقتل. بس اسمح لي على المداخلة شيخ موافي، ذكر واحد من المشايخ أن أثناء القراءة بالقرآن أو الرقية على حسب تفاعل الشخص، إذا تفاعل مع سورة العين مع الآيات، نعم، مع الآيات، فهذا معناها في عين، ما تفاعل مع السحر أو الحسد. هذه أحد القرائن التي يستعملها الإخوة فعلا، إننا بقرأ إلى حد ما، إلى حد ما صحيحة، لأن الأمر أيضا هذا متوقف على استقبال الشخص نفسه، مدى الإيمان اللي عنده واليقين اللي عنده، فشيء عظيم يعني. ولذلك إحنا أول عندنا في كتاب موجود في السوق اسمه عالج نفسك بنفسك. كيف يعني؟ أنا أجيب الكتاب وأقرأ الآيات الرقية، الآية اللي أشعر بأنها فيها حصل عندي انقباض، ولا حصل عندي توتر، ولا ارتفاع في درجة الحرارة، ولا تفاعل، نقول لك علم عليها. ارتفاع في درجة الحرارة؟ أي نعم، لأن هذا كلها مظاهر أعراض أصلاً، وهذه مش منضبطة بانضباط أصلاً. يعني مثلاً ما هي طب، ما هي طب أصلاً معروف إنه هو له أصول وفروع وأعراض ويصول، لا، هذه كلها قدرية يعني. وقد تكون العين حارة، قد تكون العين حادة، في عين حارقة، في عين خارقة، في عين قاتلة. أعوذ بالله. طبعاً هذه كلها موجودة في عالها، في خلق الله سبحانه وتعالى. لكن فإحنا نقول أولاً على الأخ المريض هذا، على الأخ المعالج، ما يتعجل في مسألة الحكم، وإنما أنت تقرأ كما ذكرت. إن وجدت يتأثر بآيات معينة يبقى يغلب على الظن إن هذا هو الذي عنده، سواء كان عين أو سحر أو حسن. نعم، إحنا عندنا في القرآن آيات لكل هذه الأشياء، وبعدين عندك مثل سورة آية الكرسي تأتي مع كل شيء. آية الكرسي أكيد تأتي لعلاج كل شيء، تأتي تتأثر. ممكن لو أنا قريتها المسحور يتأثر بها، والمعين عائن نفس النظام، والممسوس نفس الشيء، نعم. فإذا الممسوس هي قاسم مشترك بين كل الرقى الموجودة. الممسوس هذا غير السحر وغير العين والحسن، هذا جن أيضا، والجن لا قد يكون خارج سحر. يعني المشكلة كلها احنا قاعدين نتكلم عن الساحر. الساحر أحيانا يكون عنده فريق عمل، وبعدين بدي أتكلم أروح أنا للساحر، الساحر يطرش عليها واحد يخرب عليها حياته. إيش عملية الربط اللي قاعدين نتكلم عنها؟ عبارة عن جن بارك الله فيك بيتدخل في جزء من جسدي، لأن السحر هذا لما يكون متمكن كما نذكر نحن الآن، وعنده خادم سحر، وإحنا اتفقنا إن في تبادل مصالح، نعم، فيذهب يعطل عضو من أعضاء جسمك، عطله تماماً. سبحان الله. الشيخ السحر مادة وخادم، نعم، مادة وخادم، يعني الساحر نفسه بينقسم من جزئين، الساحر بيسخر على الشخص المراد إزاؤه جن، إما عن طريق شيء مدفون أو شيء مرشوش أو شيء معلق أو شيء في المقابر، نعم، ده اسمه الخادم السحر. أما السحر مادة وخادم كما ذكر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، استخرجوا السحر من البئر
وتقول السيدة في السيدة عائشة في الحديث كلما حلت عقدة كأن النبي صلى الله عليه وسلم نشط من عقال. صحيح الحديث؟ صحيح موجود هذا في السحر. السحر لازم هو اللي هو الحديث. السحر. إما أن يؤتى به السحر في الفك بتاع السحر أمرين، إما أن يؤتى بالسحر أو يبطل السحر. القرآن قال قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، وفي الحديث أتي بالسحر عن طريق سيدنا علي بن أبي طالب لما نزل في البئر المهجور، وتقول السيدة عائشة نزل سيدنا علي للبئر وكان قنقيع الحناء، بئر مهجور والمية كانت ملوثة فيه، فاستخرج المشط بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي استخدم في السحر والمشاطة وأصر شعر النبي صلى الله عليه وسلم وجف طلع نخل ذكر واستخرجوه من البئر. وتقول السيدة عائشة في الحديث كلما حلت عقدة كأن النبي صلى الله عليه وسلم نشط من عقال. فحاجة من الاثنين، يا إما يجي السحر نفسه أو يخرج خادم السحر زي ما قال فضيلة الشيخ. نعم مثل الكلام ده هو الصواب اللي هو خادم السحر. حلو. طيب هل هذه مسألة حساسية؟ أتمنى أن أكون مسألة حساسة جدا اللي هي استخراج السحر. استخراج السحر لكن نعم هذه مسألة مهمة. نعم هل الساحر يخاف من آيات معينة في القرآن يخشاها؟ الساحر الساحر لا ما يخشاها، ما يخشى أي شيء من القرآن، ما يخشى من السحر. وكمان يطلب القرآن كمان وشلون؟ للتدنيس يطلب من القرآن. لا بس هو ما يخشى قراءة آيات، هو الساحر كلا ما يخشى، الجن هو اللي يخشى وليس سحر. الساحر الساحر كافر خلاص الساحر الجن هو اللي يخشى ويخاف من القرآن. أنا يعني الساحر انتهى على الموضوع الآن أصبح الجن. دار أقوله مع الدكتور مع احترام للدكتور، أولا أنا كإنسان تعاملت مع العالم الآخر الموجود في هذا الكون معنا اللي هو الجن، كتعاملت معه الآن أنا عندي رأي في ما يسمى بالطب النفسي، عندي رأي كبير، وكان اجتمعت مع بعض البروفيسورات عندنا في السودان وأطباء وشرحت لهم ووجهت نظري في الكلام ده، لأني أنا يوم تعاملت مع المسائل دي لقيت كل ما يقال أنه مرض نفسي شيطاني، الصرعة شيطان، الصرعة شيطان، والسحر شيطان، والعين شيطان، العين في عين الفرحان وعين المستغرب وعين الحاسد، دي كلها متسلط فيها الشيطان. العين حق بين غوصين يحضرها الشيطان. بس عذرا طيب أنا أختلف معك إن ما في شيء اسمه طب نفسي، في طب نفسي وفي حالات كثيرة تم علاجها من خلال الطب النفسي. خلنا مع بعض خلنا نشوف الدكتور أحمد الأمين. دكتور أحمد الأمين أبو الطيب يقول ما في حالات تشافت إلا بالطب النفسي، ولكن بالقراءة وبالقرآن تشافت على يد أبو الطيب. وجهة نظرك في هذا الموضوع، هو ينفي أن هناك طب نفسي؟ مع احترامي لحديث الشيخ حامد إلا أنني اختلف معه اختلافا جذريا في ذلك. فالطب النفسي هو مجال فرع من فروع الطب الحديث، وهو معروف على مستوى العالم، على عديد دول العالم تعالج عشرات الآلاف من الحالات سنويا، وهذا ثابت، يعني عشرات الآلاف من الحالات يتم علاجها سنويا. يعني نعم. أنتوا عندكم حالات تم شفائها دكتور نهائيا؟ نعم توجد الكثير من الحالات تم شفائها، وبعض الحالات تتحسن، وبعض الحالات يتم التحكم والسيطرة على الأعراض وعدم التدهور. نعم طيب دكتور خلنا أيضا نشوف هذا التقرير، أيضا يتكلم عن دور الطب النفسي في علاج كثير من الحالات. في حقيقة الأمر عندما أسمع أحدا يقول بأنه ليس هنالك طب نفسي يتبادر إلى ذهني هذا السؤال، أن تنفي عدم وجود شيء يعني أن تعرفه كاملا قبل أن تنفيه. علينا أن نقول للناس، كل الناس، بأن الطب النفسي مجال قديم، وهو مجال في حالة تطور دائم ودائب، ويكتسب كل يوم مكانة جديدة في كل العالم، وأصبحت مسائل الصحة النفسية تتقدم أولويات المجتمعات، أولويات الدول وبرامجها، أولويات منظمات المجتمع المدني. وبالتالي علينا إذا أردنا أن نتقدم في ركب الحضارة والمدنية أن نتوجه بتلك الاضطرابات التي تقع في هذا المجال، وهي اضطرابات عديدة ولها تصنيفات يتم علاجها ويمكن أن تشفى تماما، البعض الآخر منها يحدث فيه تحسن كبير،
وهنالك أيضا قطاع كما هو في الطب العام بعض الاضطرابات التي تشفى شفاء بسيطا، ولكن كما قلت أن الطب النفسي في حالة حركة دائبة، وما لم يستطع أن يعالجه اليوم أو أن يحسنه فهو بالتأكيد قادر غدا على فعل ذلك. يجب أن نتجنب هذه الفئات من الذين نسميهم نحن بالدجالين أو الكذابين أو السحرة أو غيرهم من مدعي القدرة على العلاج، يجب أن نتجنبهم تماما. وأما في الجانب الديني والروحي بشكل عام، أن تقرأ القرآن على أحد أو أن تقوم ببعض الدعم الروحي للإنسان، فهذا أمر لا يتعارض مع الطب النفسي، وهو يجيء في برامج الطب النفسي بصورة متناغمة مع أشكال العلاجات الأخرى، دون أن نقول للمرضى أوقف العلاج النفسي أو أوقف زياراتكم أو استشاراتكم للطبيب النفسي كما يفعل بعض الناس في هذا المجال. إذا مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم هذا التقرير وهذا الرأي أيضا عن الطب النفسي. أبو الطيب يقول ليس هناك علاج نفسي، ما في طب نفسي، ولكن الدكتور أحمد قال لا، عندنا حالات في مؤسسة حمد الطبية تم علاجها عن طريق الطب النفسي. نأخذ بس كلمة من الشيخ موافي بين الآراء أبو الطيب وكذلك الدكتور. في الواقع حقيقة مع من تميل؟ نعم، لا أنا قد لا أوافق ما بالماء على هذا، لأن أنا عندي حالة في بيتي شخصيا، أيضا ما تركت أحد راقي إلا وذهب إليه من خيرة رقاء الموجودين وأحسن صالح المؤمنين. ورغم ذلك عندما ذهب المستشفى أخذ دواء معين صراحة حلته، لأن هذا أسباب يا شيخ. لا، القراءة سبب من أسباب الشفاء، وهذا الدواء الذي تم التجربة واختباره، وبعدين خاصة مع التطور، هو يعرف الدكتور محمد عبد العليم رجل الفاضل قال لي اذهب بابنك إلى راقي، قال لي احنا الان اللي عندنا اعطنا اياه، احتمال يكون عنده شيء من الجانب الروحاني، فاجعل احد يقرا عني. وفعلا عملت له حجامه وعملت كذا وكذا، ورغم ذلك ما استقر حاله الا بهذا الاسلوب. طيب سبحان الله. فاذا هنا احنا لا ننفي هذا الكلام قطعا، وكلام الدكتور ايضا في قدر كبير، لان نعم هي مشاهدينا الكرام وجهات نظر، ولكن الطب وتداوي بالقران موجود، وكذلك الطب النفسي ايضا موجود وله دور رئيسي في مجال الطب. مشاهدينا، وصلنا الى ختام الجزء الاول من حلقتنا، حلقه السحر والشعوذه، ورح نتواصل باذن الله معك يا ابو الطيب وكذلك مع ابو زهره في الجزء الثاني، ونعدكم مشاهدينا بالمزيد من المعلومات لنكشف النقاب على الكثير من خفايا هذا العالم وكذلك ضحاياه، وسنعرض عليكم حالة حقيقية تعرضت للسحر بكل تفاصيلها. في الختام تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم سالم بن ثامر، وكذلك تقبلوا تحيات فريق العمل. إلى اللقاء.